سي احمد، كانت تقول لي شنو الاسباب الاساسيه للاضراب نتاع العمال والاعوان الاداريين في بلديه صيدا؟ الاضراب عنده اسس معقوله. طالبين العمال اولا راهو سمعنا من منذ سنتين او حتى اكثر شويه انه ما يتوراش السيد رئيس النيابة الخصوصية باش يهين البعض منهم في مواقف إلا ما تستوجبش من واحد مسؤول باش يقول هكاك، معناها عبارات مشينة. يقول حتى هذوما مسخين ما نصفحهمش، يوصل حتى عبر على حاجات هم يقولون عليهم راهم، ويقولون أنه يقول برا الأصل يديك مش كلمني. حير فيكم كيفاش باتوا حتى في دياركم، باتوا في فروشاتكم. ونقصت من العبارة أنا شوية راهو، وحيث هما عوان نظافة معناها ينظفوا منظفين ماهم الزبالة. هذه معناها على كل حال في المجتمع التونسي تقالت ياسر مرات، راهو الزبال ما هوش اللي ينظف، الزبال راهو اللي يوسخ في البلاد. اسمي بسام حضرتك، نخدم في بلدية صيدا. بالنسبة لي عليه 3 شهور ببدا على حقي، سمعي الكلام، ببدا قرينا مصخين، عملت عريضة بكل جمهور، عملت عريضة بالوالي، وتلمينا انت خدامة كل كاية بالعمال في دار الاتحاد. لا واحد فيهم قال كلمة باهية. صراحه نجمع يقول لي كيف مشينا دام قبل ثلاثه من الناس اللي هم صاحين معايا في العريضه وهددهم وعملوا تصحيحات وعليه 3 شهور حرام في حرام. لا لا حرام في حرام، عدنا 3 شهور حرام في حرام. 3 شهور صنصل 3 شهور نهار نهار دقيقه دقيقه. عامل نظافه حطوا لازم تامي ميكانيكي يوم من الايام مر صافي استفسري لا بريست بلدي واستفسري بكلام زايد وكلام غير لاق، وجا جاني حتى للمقر العمل نتاعي في الفارق المستودع وقال لي برفش يعمل هيك اعمل هيك اعمل هيك، راهم الناس قاعدين يقولوا لي ماكش خاطر، الناس قاعدين يقولوا لي ماكش خاطر. قلت له انا برفش قول لهم برفش بعدني يا خويا اخرج من مخي. عمل لي هيك عقوبه 3 شهور، 3 شهور ما تعداش على المستديب، نمشي للولايه يقولوا لي راه ما عندكش على علاش تعدى على الولايه على المستديب، ما عندكش مستديب برجع اخدم على روحي. 3 شهور باش تعدي على المستديب، وانا عندي زوج صغار ومراه، ظروف العائليه يقلب بها ربي، ظروف اجتماعيه حاله، وانا 3 شهور من غير لا مورد رزق ولا شيء. وفين نجي لهنا الكاتب العام يقول لي والله ما نجوعك، وخرج علي من البيرو. جي رئيس بلديه يقول لي والله ما نجوعك. هم من السنين اللي مشوا كرب سبحانه وتعالى. والسلام. السيدة الممثلة للعمال اللي هي أنا النائبة الأولى في النيابة الأساسية النقابية. هي ماش من صعيد. جي من بحرر. ربما جيش بعض مرات متأخرة. وربما عندها وليداتها، ربما بعض مرات تضطرش أنها مضى بها تصحح فيسع للخروج ورقة الخروج. هذه هي ياخذها بمغش بلطف بيعنجها هي حتى الوين وصلت في يوم من الأيام على قولها هي على ما رينا عندها استجواب. الاستجواب هذا هو يقول شيء صحيح خطير، يقول معناها هو يقول ان قال ما فماش رجال في البلديه، وهي جاوبت على الاستجواب هذايا واكدت تقول راني قلت راهو ما همش رجال اللي يتبلاو عن نساء. هذه تقصد بها اللي يظلم واللي يتبلاو من عشر. هذه العبارة اللي تعاود فيها هي اللي يلومها مثلا على كلمتها. ثم سي احمد، ثم في الجلسة الصباحية أيوة. اللي صارت معناها نهار الجمعة في مقر المعتمدين بتاع صيادة أيوة. الرئيس نتاع النيابة الخصوصية ما حضرش،
حضر الكاتب العام نتاع البلدية، وهو تو معناها في القرارات هذه شكون عنده الصلاحية باش يقبل باش معناها باش يتفاوض وياخذ معناها القرارات؟ اسكو الكاتب العام من صلاحياته باش ياخذ قرارات ولا لا؟ ولا سؤالك نعم سالنا فيه هو في اول الجلسه، وتنجم تقول خذا حيز من الوقت باش اكد لنا السيد الكاتب العام انه جاء بتفويض من رئيس البلديه وهو معناها مستعد باش يناقش ويناقش وياخذ قرارات. لكن في النقطة الأخيرة هذه هي إلا قال أني ما نقوش قرار فيها، هذا يخص كان رئيس البلدية. اتصل به وسأله السؤال ما قبلش سيد رئيس النيابة الخصوصية، وقال هذا موضوع بديته نواصل نكمل. معناها حتى ولات حتى السيدة المعتمدة قالت هذا الكلمة كلمته كلمة رئيس النيابة الخصوصية، أكد لها لا هو ما هوش مسلم في هالحق هذايا. طبعا كل حال ما عرفناش يندر حق البلدية ولا حق المجموعة، حق لداري قال ما نتسلمش فيه هذا جيت فاهم ما تواصل. حتى باش في معناها باش نوقف الإضراب ما متنجمش ما هواش فضلك ما يعطيكش باش تنجم تتنازل على هذه. قال متمسك. النتيجة بطبيعة الحال وقت وصل لهنا تكلمنا على الإضراب كيفاش يلغى. الناس الكل كي ظهرت الجواب رئيس النيابة الخصوصية راهي ما تأديش إلى أن نلغي الإضراب وتمسكوا بالإضراب، وإلى اليوم اليوم الاول من الاضراب معناها تو العمال مضربين. باه سي عمد، معناها انتم باش نلخصوا معنا الموضوع الجلسه الصلحيه اللي عملتها كانوا فيها 10 نقاط. في العشر نقاط هذوما النقطه العاشره هي معناها العقوبه النائبه هذه على النقابه. معناها انتم حبيتوا العشر نقاط معناها يوافقوا عليهم، معنى اي نقطه ما يتوافقش عليها دونك الاضراب باش يتواصل. لا مش بالضبط هكاك، احنا قلنا العشر نقاط درسناهم وسمعنا بعضنا وتنازلنا على الشيء على بعض الشيء، وتنازلت اداره البلديه على بعض الشيء اخر، والامور مشات مرجله الى النقطه الاخيره هذه. الا قلنا باش يقتضي الامر هو بدايه من اليوم تتغير حتى علاقه العمال بادارتهم، تستلزم الامر على الموقف الاخير. كلام الضار من جهتين، كل واحد يفسر على كيفه، والمواطن مش فاهم شيء. العلاقه ما بين البلديه والنقابه متوتره ووصلت لطريق مسكر. قرار الإضراب نتاع أعوان وعمالة البلدية جاء بالتزامن مع قرار استقالة النيابة الخصوصية ببلدية صيادة. زعما فما حلول للخروج من الأزمة هذه، وشنو الدور نتاع مجتمع مدني بمدينة صيادة في هذا الكل؟